ايه ده؟ كان في ساري حديد هنا، ايه اللي شاله؟ المسافة كبرت. مش هينفع. هنطها يا باشا. نط ايه؟ مش هينفع. انا نازل تحت نهدى شوية كام يوم وبعدين نشوف هنعمل ايه. لا يا باشا مش هننزل. انا هنطها. تنط مين يا ابن المجنونة؟ ده أكتر من 8 متر. نفذ الأمر. يلا كلنا هنازل. لا يا باشا، أنا هنط. احنا ما جيناش كل ده عشان نرجع ايد ورا وايد قدام. خطة ستك هتتنفذ. وزي ما قلت لنا بالظبط. أنا قلت لا. أنا مش جايبكم هنا عشان تموتوا. الأعمار بيد الله يا باشا. وحياة أبويا أنا هرجع مهما حصل. ما تخافش عليا يا باشا. ما تخافش. أنا المرة دي مش هفشل. أنا حاسس إن أنا هنجح إن شاء الله. لا. أبوس إيدك يا باشا، ما تحرمنيش الفرصة دي. والله العظيم تلاتة هجيبها. تلات أرباع النجاح الواحد بيحس بيه قبل ما يوصل له. قلت لك لا. يا باشا أنا لما خسرت في الأولمبياد كنت عارف إني هخسر حتى قبل ما أنط. إنما المرة دي هجيبها. والمصحف الشريف هتيجي. أنا زمان يا باشا كنت محبط وقرفان ومش طايق حياتي. ما كانش عندي رغبة إن أنا أعمل أي حاجة. إنما أنا دلوقتي حاسس إن أنا إنسان تاني. أنا كنت ضايع يا باشا، وأنت خليتني ألاقي نفسي. أبوس إيدك سيبني أنط. اسمع كلام ناجي بيه يا حسين. لا يا هاني. حتى لو لغيت العملية يا باشا. حتى لو كلكم نزلتوا تحت وسبتوني. أنا هستنى هنا لوحدي وهجري وأنط الناحية التانية. حسام، أنت اتجننت؟ لا يا إبراهيم ما اتجننتش، بالعكس. أنا عاقل جدا وعارف أنا بقول إيه كويس. ولعلمك أنا مش هنط النطة دي عشان خاطر الفلوس. أنا كل اللي كنت عايزه من الفلوس إني أعمل عملية أبويا، إنما أنا ما بحبش الفلوس. أنا ثقتي في نفسي رجعت لي يا باشا. ودي بالنسبة لي هي نقطة الثقة. هاني. نعم يا باشا. انزلي تحت السنينة في الجراج. حاضر يا باشا. تهامي ابعت لحسام الواير.
بالليل. يلا هوبا. ها يلا نط. الواير ده جامد يا باشا؟ لا طب على خيرة الله. ما التهامي نط قدامك. يلا هوبا يا حسن. يلا زهر. مش هقدر مش هقدر. ايه؟ مش هقدر يا باشا. انا عندي فوبيا من الاماكن العاليه، انا لو بصيت تحت ممكن اموت. ما تخافش انا هزقك وغمض عينيك. مش هينفع عشان خاطر يا باشا، انا ممكن اعطل كل الكاميرات اللي جوه البنك واشتغل كمان على الليزر، ممكن اخلص كل شغلي من هنا. طب وهنتقابل ازاي؟ هخلص شغلي وانزل استناكوا تحت معاني. انا ما بحبش القرارات المفاجئه دي. مش قرار والله العظيم يا باشا، عشان خاطري عشان خاطري. طب اسمع، الموبايل ده بيني وبينك بس، خليه مفتوح على طول. ها انا هنط النطه وانت هتفك الواير، والتهامي هيستلموا منك هناك. تخلص شغلك وتستنى انا في الجراج تحت. ها اوكي.